يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة تنشط أحيانا. وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا. وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح تنشط على خليج السويس وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. وفي شمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 30 الصغرى 18، الإسكندرية العظمى 24 الصغرى 15، مطروح العظمى 21 الصغرى 15، سوهاج العظمى 36 الصغرى 18، قنا العظمى 38 الصغرى 19.